الفقرة دي هنتكلم فيها عن لعبة الجودو تحديدا مع بطل من أبطال اللعبة، وبعد كده بقى مدرب، وحاليا هيكلمنا أكيد عن فنيات الجودو وكيفية كمان إعداد اللاعبين للبطولات العالمية. خلينا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد شافعي، لاعب سابق ومدرب الجودو الحالي. صباح الهنا يا دكتور، صباح أهلا الفل بيك. أستاذ نهاوند، صباح الفل أستاذ كريم، صباح الفل على كل الأهلاويين. صباح الفل عليك، وسعداء بوجود حضرتك معانا. أنا أسعد أكيد. وخلي بدايتنا معاك بقى ناخد كده فكرة ولو مختصرة عن خلفيتك كلاعب سابق في الجودو واهم البطولات اللي شاركت فيها والانجازات اللي حققتها، وقرار التحول من ان انت يعني لاعب الى مدرب جه ازاي وبناء على ايه؟ هو كلاعب الحمد لله انا يعني بلعب جودو من سن صغير قوي، من وانا عندي 6 سنين تقريبا. الحمد لله شاركت في بطولات دوليه كتير في افريقيا، واخد دوري افريقيا ناشئين، تاني كاس عالم، تالت جراند سلام، تاني جراند بري، ما شاء الله. فالحمد لله وصلت لمستويات اقدر اقول ان هي كويسه الحمد لله. قرار ان انا ابقى مدرب اعتقد ان انا اخدته من وانا عندي 16 سنه، يعني من وانا لعيب صغير عندي 16 سنه ازاي كده انا عارف ان انا ابقى مدرب. انا بحب مهنه التدريب، يعني مهنه التدريب بالنسبه لي مهنه شيقه جدا. كون ان انا اعرف اقرا الماتشات، اعرف احلل الماتشات، اعرف اتوقع الاداء، حتى وانا صغير مع زمايلي قبل ما اتعلم او قبل ما ادرس كنت بعرف اعمل ده، بحاول اعمل ده، فحابب المهنه دي او حابب الطريق ده. فتقريبا انا خدت القرار من بدري قوي، فكان شيء طبيعي اول ما بطلت لعب ان انا ابقى مدرب. نفذته كان ده كان يعني من قد ايه تقريبا؟ انا مدرب من 2008. اوكي. يعني من 2008 كنت مدرب، بطلت لعب رسمي 2009، ففي سنه خدتها كده كنت لاعب ومدرب، وبعد كده 2009 بقى تفرغت للتدريب تماما. يعني حلو. طيب كابتن محمد، خليني اروح معاك للعبه الجودو في العموم. هل احنا دي نقدر نقول من الرياضات اللي مصر يعني عامله فيها رانكينجز كويس، عندنا اسماء كبيره على مدار الاجيال المختلفه قدرت ان هي تجيب برضو او تحصد بطولات وميداليات كافيه، نقدر نقول ان هي واحده من الرياضات القويه عندنا، ولا لسه شويه احنا لسه في المشوار؟ والله يعني الموضوع ده متفاوت على مر العصور ومر الاجيال. بقى جه عندنا اجيال قويه جدا طبعا زي جيل كابتن محمد رشوان، طبعا استاذنا وكابتننا الكبير، مرورا باجيال تانية كانت عملت نتائج طيبه زي جيل كابتن باسل الغرباوي وكابتن اشرف باجت، والجيل اللي هو بعتبر نفسي محظوظ ان انا كنت منه جيلي، وجيل كابتن شام مصباح طبعا صاحب ميدالية الأولمبية في أولمبياد بكين، وكابتن إسلام الشهابي، ودول الاثنين دول تحديدا من أكتر اللاعبين العرب حصولا على ميداليات دولية، وكابتن رمضان درويش طبعا ما اقدرش ننساه، وصلوا للترتيب. يعني كابتن رمضان كان ترتيبه الثاني عالميا، كابتن إسلام كان ترتيبه الأول عالميا، وصل فترة من الفترات، كابتن هشام مصباح طبعا ثالث أولمبياد وثالث عالم، وحصل على العديد من البطولات العالميه يعني. طبعا كان هي كده كده كمان الرياضه دي من الرياضات اللي يتقال عليها شعبيه يعني الى حد كبير، لان ابتدى الاسماء اللي فيها ابتدت تسمع. عندنا فيها ميداليتين اولمبيين، كابتن هشام طبعا وكابتن رشوان. كابتن رشوان حاله شديده الخصوصيه، كابتن ده وضع رشوان استثنائي ونال استحسان واعجاب العالم على كله، على المستوى الشخصي كمان والله، مش على المستوى الرياضي بس، يعني على المستوى الشخصي بني ادم جميل جدا، بني ادم يعني هو قدوة. ترجم الجمال ده في الواقعة الشهيرة بتاعته طبعا طبعا كانت واقعة شهيرة، ودي من الواقعات. انا حضرت كابتن رشوان في معسكرات في الخارج، المنتخب الياباني بيكون له احترام طبعًا. غير عادي، ده لازم. يعني لما كنا في المعسكرات الدولية كان المنتخبات كلها بتتمرن مع بعض، كابتن رشوان لما كان بيدخل الصالة المنتخب الياباني بيقف علشان يحييه، فكنا بنشوف احترام غير عادي لكابتن رشوان طبعا، وليه كل الاحترام والتقدير يعني. صحيح.